ولكن مقطوع عائده يمتلك الكره الفريق الشبابي. احمد عطيف المميز جدا يلعب كره الى مارسيلو كاماتشو الغير متسلل، خطوره للشباب الان وفرصه هدف للشباب. وامادو فلافيو، امادو فلافيو الهداف والصناعه من مارسيلو كاماتشو، وهدف التعادل اللي يعيد فيه الشباب نفسه الى اجواء التعادل مره اخرى. والكره الممتازه كانت في الارتداد للفريق الشبابي، والصناعه الرائعه ايضا من جانب مارسيلو كاماتشو. لاحظ الكره والتمريره اللي كان ايضا من احمد عطيف في عدم وجود التسلل لمارسيلو كاماتشو بدوره لعبها كره عرضيه. امادو فلافيو يتواجد في توقيت مناسب ويسجل هدف جميل ايضا يعيد فيه المباراه الى اجواء التعادل. وهنا الكره والصناعه دائما من مارسيلو كاماتشو، كما ذكرت في شوط المباراة الأول، متى ما كان مارسيلو كاماتشو في فورمته وفي أدائه فإن الأهداف تكون حق.